أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في العالم ومصر. وخلال توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح غرب سوهاج بقدرة 3 جيجاوات، أشار مدبولي إلى تماشي هذه السياسة مع توجه العالم بأسره نحو تعزيز الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. هذا ومن المنتظر أن توفر مزرعة الرياح الجديدة طاقة نظيفة ومستدامة لنحو 2 مليون منزل في مصر، وتسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنويا. كما أنه متوقع أن يوفر المشروع 7000 فرصة عمل.